ده اقول له يا سلام، وانت عملت اللي انت عملته ده ليه؟ عايزهم يقولوا عليها مره في الحته وانا شايفه ابويا بيتضرب، مع ان انت منقص عليها حياتي وتستاهل كل اللي يجرالك كده. تصدق وتامن بالله انت عين زباله، وانا غلطان ان انا قعدت معاك وعبرتك. طفشتني عند بخاريست ليه يا سلطان؟ ده انا لو غريب مش هتقول عليا الكلام اللي انت قلته. شوف يا صلاح، انا خايف على اللي بينك وبين صاحبك، وانا عارف وانت عارف اكتر مني انك مش هتستر وهتعمل مشاكل مع البنت، صح ولا لا؟ يا عم الملاك انا في عبر الدنيا، بس ربنا بيقبل. انتوا ايه يابا؟ انا تعبان والله العظيم، قرفان وعايز اظبطها. محتاج واحده تحبني، بنت كويسه كده تحترمني وتحبني، مش يمكن هي اللي تصلح حالي؟ تعال خش يا خش. ايه بنت هتصلحك كده في يوم وليله؟ طب قول لي كلام حتى يدخل دماغ عيل صغير. وايه عشان مش داخله دماغك تقوم تشيلها من دماغ الخلق؟ متشكرين على الواجب يا عم سلطان. بكره تعرف يا صلاح، بكره تعرف ان انا قلبي عليك. طب علي الطلاق بالثلاثه، انا اكتر واحد هيفرح لك لو حالك اتصلح، بس ده لو